أخيرا اختتمت نتفليكس السنة بعمل كوميدي يلخص أهم أحداث سنة 2020. هذا العمل يأتي من قبل صناع مسلسل بلاك ميرور الشهير، واللي أصبحت نتفليكس تمتلكه بعد نجاحه في موسمه الأول. Year whose story couldn't be told until now because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning. If I leave my little helper down here, is that that's out of your box, is it? العمل في عرضه الدعائي يبدو على أن مزيج ما بين الغرابة وكذلك الكوميديا، وهو ما اعتدنا عليه من قبل مسلسل بلاك ميرور في بعض أساليب حلقاته. Access to experts, politicos, monarchs, and average citizens. This is the definitive story of the most historic year in history. I'm ready. مجموعة ملونة من الشخصيات من مجموعة متنوعة من الخلفيات تجد نفسها في فيلم وثائقي والتساؤل عن هذا العام والمجريات التي حصلت فيه عالميا. This is 2020. هذا العمل وكما هو الحال بالنسبة لمسلسل بلاك ميرور قد لا يكون مناسب للجميع، لا في طريقة طرحه ولا حتى في أحداثه، ولكن يجمع عدد من الممثلين والمشاهير الذين قد يفيدون العمل بجذب معجبيهم للمتابعة. هذا العمل متاح حاليا للمشاهدة على منصة نتفليكس، حيث صدر في تاريخ 26 من ديسمبر الماضي. I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit. So will this be on Quibi?